فهاد المشروع فيهم واحد المساحه ديال 1442 هكتار، وغادي يستافد منو ان شاء الله ازيد من 95 مستفيد، وغادي يستمر على مدى 6 سنوات وبواحد التكلفه اللي كتفوت 23 مليون درهم. بالنسبه للجماعات اللي معي اذا هذا يعني الحمد لله برامج متنوعه في واحد الاقليم اللي هو اقليم مهم وعيد، ولكن اللي يعني اللي خاص فيه استثمارات خصوصا في يعني في العالم القروي وفي المناطق الجبليه. عملنا مشروع ديال تقريبا 1200 هكتار اللي تغرس، وكذلك 3000 هكتار اللي غادي تغرس بالوضعيات، واللي كذلك دي فريقو اللي غادي تساهم فيهم يعني دي سيفونسيون ديال الدوله اللي راه عملهم القطاع الخاص. مشاريع اللي هي يعني جد مهمه اللي غادي تعطي واحد التنميه، غادي تحسن الدخل ديال الفلاحه وديال واحد العدد ديال العائلات، وغادي تشغل كذلك واحد العدد الناس. اليوم حنا كذلك موجودين في واحد المدرسه اللي هي نموذجيه اللي قامت بشراكة بين الفوند ديفلوبمون رورال ووزارة ديال السكنة في إطار المشروع الملكي الكبير ديال يعني التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، واللي حد الساعة وصلت تقريبا 27 مليار ديال الدهم اللي تدخلت في عدد ديال المناطق ديال المغرب. وحنا موجودين في واحد المدرسة يعني جماعتية نموذجية اللي فيها الداخلية واللي فيها كذلك الأقسام، وفيها فين يسكنوا الأساتذة، جميع الإمكانيات موجودة هنا باش وليدات هذه المنطقة يقدروا يقراوا في أحسن الظروف. وهذا برنامج ناجح أعطى يعني واحد الثمار ديالو الحمد لله بفضل رؤية الكبيرة ديال سيدنا في هذه المناطق النائية، واللي خصها واحد الدعم خاص، واللي غادي تخلي أنه إن شاء الله غادي تكون واحد التنمية فعالة، لأنه الأهم هو يعني الأطفال واللي في التمدرس يبداو من الأول ديال العلم ديالهم والقراية ديالهم في واحد المستوى اللي يضمن لهم أن بلادهم غادي تزيد بهم الأمام. وشكرا.